مشاهدينا الاوفياء، اهلا بكم في الموجز الرياضي لهذا اليوم. البداية بالميركاتو التي انطلق مؤخرا حسبان ام عنان. اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي لكره القدم قال انه لم يفضل فريق الجيش الملكي على حساب نادي الرجاء البيضاوي او العكس، انما كل ما في الامر انه لاعب محترف توصل بعده عروض من بينها القلعه الخضراء، لكن لم يكن بامكانها تاديه المستحقات العالقه في ذمه المغرب الفاسي، سيما انها تعاني من مشاكل عديدة. وفاد حسبان في تصريح لشوف سبور أن العقد الذي يربطه بفريق الجيش الملكي سليم ولا تشوبه أي تخسلاسات قانونية، موضحا أن اليوم الثلاثاء المقبل سيتوصل المغرب الفاسي بقيمة مالية تقدر ب 90 مليون سنتيم تعود لقيمة المنزل الذي كان يقطن فيه بمدينة فاس. نترككم مع تصريح اللاعب أمانا. هو فريق المغرب الفاسي هو اللي ما بغاش يتخلى عن اللاعب أمانا حوسه، هو اللي هو الجمهور، الجمهور ديالو اختي، الجمهور ديالو هو اللي استعمل المغرب الفاسي باش أمانة حتى يبقى في المصر ما يمشيش. حتى تشوف المرتبة ديال المغرب الفاسي خص الضفر الجهود في هاد الوضعية هادي، خص الجهود الضفر، هما داكشي ما بغاوش الجروب تفركت. انا ما عنديش حتى مصار بعدا، ما عنديش حتى شي اجون، وانا كنهضر على راسي، ما كيهضر عليا لا اجون لا والو. الكونترا ديالي كنتفاهم عليها انا الحمد لله قاري، يعني ما هادشي ما هادشي يقدروا زعما يديروا لي شي حاجه بفرونسي باش نفهمها ولا فهمتني. ولكن لا صار لا والو، غير رجعت المغرب الفاسي ما كملتش الاجراءات القانونيه باش نتحقق الكره البيضاء على حساب واحد الميتاسيون لي باش تخول للعب. هذا الشيء اللي كاين، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. انا مازال ما نسينيش كونترا مع المغرب فاس، انا مازال ما نسينيش كونترا، يعني باش تقول راه مسيني راه مازال ما نسينيش. فاش كان كلس مع الناس ديال المغرب فاس استجبوا الطلبات ديالي، راه غادي نسيني ما استجبوش الطلبات ديالي، راه غادي نكمل العقد ديالي، العقد الهاوي ديالي شي سايل عام وشوفي نمشي. قرر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم منافسة الأهلي والزمالك المصريين والنصر السعودي للفوز بالمهاجم النيجيري سانسلي أوهاويشيمي، اللاعب وادي دجلة المنتمية للدوري المصري. وأفادت تقارير مصرية أن اللاعب أصبح مطلوبا في العديد من الدوريات الإفريقية، بحيث أنه تلقى عرضا للانضمام إلى ممثل العاصمة الاقتصادية في ميركاتو الصيفي الحالي، علما أنه سبق للوداد أن دخل في مفاوضات مع النادي بخصوص اللاعب خلال شهر يناير الماضي في فترة الانتقالات الشتوية. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي عن تعاقده مع المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي الذي لم يتعدى بعد 22 سنة لمدة تمتد لخمسة مواسم. وفضل النادي الإنجليزي انتظار خروج اللاعب من منافسات كأس أوروبا 2016 للإعلان عن أغلى صفقة له من مارسيليا بعد التعاقد مع ليفواري ديدي دروغبا ب 37 مليون أورو في سنة 2004. يبحث نادي الترجي التونسي لكرة القدم عن وسيلة لتدارس العرض الذي تقدم به وكيل أعمال اللاعب أوال محمد أوال اللاعب الغاني ومدافع الرجاء البيضاوي، بعدما تبين أنه فسخ عقده مع الفريق الأخضر بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية لمدة وصلت لثلاثة أشهر. ويبدو أن القرار الأول والأخير سيبقى للمدرب عمار سويحة قبل الخوض في المفاوضات مع الغاني محمد أوال ووكيل أعماله بشكل مباشر من أجل انتقاله إلى الفريق التونسي في الميركاتو الصيفي الذي انطلق رسميا يوم الجمعة الماضي. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية الموجز، نشكركم على المتابعة، شكرا وإلى اللقاء.